بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة الشورى ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو الذي يتولى أمرك، يتولى توجيهك، تستعين به، تسترشده، تحتمي به، تلوذ إليه. فالإنسان لا ينبغي له أن يتخذ من دون الله وليا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وغيره لا يعلم. فإذا استعنت بمن لا يعلم أوردك المهالك. الله تعالى هو القوي وغيره ضعيف، فإذا استعنت بالضعيف أوردك المهالك. الله سبحانه وتعالى مسعد وغيره لا يسعد، فإذا طلبت السعادة في غيره شقيت. لذلك ربنا عز وجل يقول: أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. هذه الصيغة تفيد القصر. لو أن الله سبحانه وتعالى قال: فالله ولي، ليس فيها معنى القصر، لكن فالله هو الولي، يعني هو وحده الولي ولا ولي سواه. يعني إذا قلنا فلان شاعر، فلان شاعر، يقول واحد: لا، فلان هو الشاعر. فإن هؤلاء كلهم ليسوا شعراء. من كلمة هو، فالله هو الولي، هذه العبارة تفيد القصر. يعني إذا أردت أن تتخذ وليا ليس لك إلا الله، لأنه يعلم وغيره لا يعلم، لأنه قوي وغيره ضعيف، لأنه مسعد وغيره مشقي. فمن ضعف تفكير الإنسان ومن شقائه أن يتخذ من دون الله وليا. والحقيقة القضية قد تكون عفوية. الإنسان لا يعقل أن يقول فلان ولي من دون الله، لا. لكن حينما يتجه الإنسان ويتوهم أن الخير عنده، وأن السوء إذا غضب، وأن السعادة إذا رضي، وأنه بإمكانه أن يعطيك أو أن يمنعك، اتخذته وليا وأنت لا تدري. يعني هو بوعي الإنسان المسلم صعب يقول لك: أنا اتخذت فلانا وليا من دون الله، أي لا تقع. لكن حينما تنساق لإرضاء إنسان، أو حينما تعجب بقوة إنسان أو بمال إنسان، أو حينما تتوهم أن هذا الإنسان يسعدك من دون الله، اتخذته وليا وأنت لا تدري. أم اتخذوا من دون الله أولياء. يعني كلمة من دون، الإنسان تواق للكمال، تواق للأقوى، للأعلم، للأجمل دائما. فلما الإنسان يتخذ من دون الله ولي، اتخذ شيئا يعني منحطا. إذا قيس الإنسان بخالق الأكوان لا شيء، قد تحتاجه في أشد الساعات لا يلبيك، قد تطلب منه فلا يعطيك، قد تستنجد به فلا ينجدك، قد تعتمد عليه فلا يعتمد عليه. أم اتخذوا من دوني لأولياء. ربنا عز وجل يؤكد لنا أن الله هو الولي. لذلك الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع، ظلمات العقائد، ظلمات العادات، ظلمات التقاليد، ظلمات الشهوات. أما النور واحد، الحق لا يتعدد، أما الباطل يتعدد. الآلاف مؤلفة من ألوان الباطل،
العقائد والسلوك، لكن الحق واحد. إذن الله ولي الذين آمنوا، والمؤمن حقيقة أيها الإخوة يشعر أن الله وليه، هو الذي يتولى أمره، به يستعين، به يسترشد. ألا تقرؤون في دعاء الوتر؟ أول دعاء الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يعني الله هو الولي، والمؤمن حقيقة يعني إذا ما أدرك هذا المعنى ليس مؤمنا، مؤمن على أعتاب كافر، مؤمن يظن الخير بالكافر، مؤمن يرجو الخير عند الكافر، مؤمن يبذل ماء وجهه أمام كافر، مستحيل هذا. ممكن مؤمن يتوسم الخير بمؤمن، هذا لا يتناقض مع توكله على الله عز وجل. ممكن مؤمن يتوسم السعادة إذا عاشر مؤمن أعلم منه، هذا الشيء لا يتناقض مع التوحيد. لكن مؤمن الله وليه يتجه لغير الله، يعتمد على غير الله، يأنس بغير الله، يستعين بغير الله، معنى ذلك أنه اتخذه وليا من دون الله. والإنسان أهم شيء ينتبه لقلبه، على من يعتمد، بمن يثق، من يسترشد. أحيانا يعني لو أن الإنسان سأل عامة الناس في موضوع تأتيه الإرشادات خلاف القرآن الكريم، يقول لك مثلا دين فلان، ضب مصاريك بلا جنان، في تضخم نقدي بالـ117، وين عم بدينه؟ لو سألت 100 شخص ينصحك بعدم إقراض الآخرين. أما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عد القرض له مو لعبده، قال له يا داود مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني الشيء الدقيق في الموضوع أن المؤمن لا يمكن أن يسترشد أو أن يسأل أو أن يستنصح أو أن يتحرك بتوجيه غير المؤمن. معنى ما مؤمن، الله ولي الذين آمنوا، إيه الله توجيهه بالقرآن، وإذا القرآن يحتاج إلى توضيح النبي يفسر القرآن الكريم، وبعد النبي الصحابة، وبعدين في الفقهاء المجتهدين. إذا أنت أردت يعني حكم الشرع في موضوع كأنك تقول الله ولي، أنا لا أتحرك إلا بتوجيهات ربي، بتعليمات الصانع، بمضمون كتاب الله. ألم تقل السيدة عائشة كان خلقه القرآن؟ حقيقة ولاية الله لك تعني أن تطيعه. قال لك مثلا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. معظم الأسر بدهم شاب، بدهم دخل كبير، بدهم بيت واسع، بدهم مركبة، بدهم آخر شيء دينه، تلاقي ماشيين بخلاف القرآن الكريم. لذلك بيعانوا من متاعب لا تحتمل. يعني يأتي هذا الخاطب فيذلهم ويؤذي ابنتهم وينغص عليهم عيشهم، طمعوا بغناه ونسوا دينه، معناها تحركوا بتوجيهات غير توجيهات الخالق. يعني شو معنى الله ولي الذين آمنوا؟ يعني أنت ما بتتحرك إلا بتوجيهات خالقك، في بيتك، في زواج بناتك، في زواج أو تزويج أولادك، في اختيار صنعتك، إذا كان صنعة مبنية على معصية أو فيها إعانة لمعصية. وربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إذا أنت عم تساهم بتقوية منكر، بمعاونة على اغتصاب حقوق، فهذا عمل لا يرضي الله عز وجل. فما في مؤمن على الإطلاق يتحرك بتوجيه كافر، ما في مؤمن يتحرك من دون توجيهات خالق الكون. أنت آلة معقدة جدا لك صانع، وكل واحد منا يعني واحد منا يراقب نفسه، إذا اشترى آلة غالية كثير ونفع عظيم ودخل كبير، ممكن يسأل جاره
قد يكون جاره إنسان صالح جدا، قد يكون إمام مسجد، ما هي كمبيوتر بشوف الخبير تبع الشركة، ما حد يسأل واحد أمي بهالموضوع، بيقول لك آلة غالية هي، نشوف رأي الخبير، بيقرأ التعليمات بيترجمها بيهتم فيها. لماذا أنت في أمور الآلات المعقدة ما بتقبل إلا رأي الخبير؟ وإذا كان مهندس من الشركة جاي أقوى بكثير، يمكن ما يعجبك مهندس مقيم ببلدك، هذا مو فهمان، بيقول لك بدك مهندس الشركة، نخايف على الآلة. لماذا أنت في أمر دينك ممكن تتساهل تتلقى توجيهات من غير الله عز وجل؟ يجوز إذاك واحد يا أخي ابنك إذا ما تعلم البراتيك بدولة أجنبية ما بيقوى بالإنجليزي، واللغة الإنجليزية أساس التجارة الآن، والله كلام صحيح، لكن غاب عنك أنه بجوز يضيع دينه هناك، بجوز يرجع إنسان آخر. فالمؤمن الصادق لا يتحرك إلا بتوجيهات خالقه، لذلك بيسأل. شو أسباب السؤال؟ لأنه وليك الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. ما حكم هذا الموضوع؟ هل مباح؟ فرض؟ واجب؟ سنة مؤكدة؟ سنة غير مؤكدة؟ مباح؟ مكروه تنزيها؟ مكروه تحريما؟ حرام؟ هذه الأحكام كلها. فمعنى الله ولي الذين آمنوا يعني ما بيتحرك إلا بتوجيهات خالقه، لذلك يسأل عن الحكم الشرعي، لذلك طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، لذلك من لوازم إيمان المؤمن يعرف أمر الله عز وجل. ما بكفي يعرف الله، طيب كيف تعبده؟ يجب أن تعرف أمره. كيف تتقرب إليه؟ بطاعته. طيب أين أمره؟ لاحظ كيف تكامل معرفة الله، تتكامل مع معرفة أمره. أنت إذا فكرت بالكون تعرف الله، لكن إذا قرأت الأحكام الشرعية تعرف أمره. يعني ليس من المستغرب يكون في بيت كل مسلم كتاب فقه مثلا، أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الزكاة، بعدين اليمين، الوكالة، الحوالة، في أشياء نتعامل معها يوما، الشراكة مثلا، المضاربة، القرض، الحسن، أحكام الربا. لا، من دخل السوق من دون فقه أكل الربا، شاء أو أبى. إذن يعني القصد أن الله ولي الذين آمنوا لا يتحركون إلا وفق تعليماته، إلا بأوامره. إذن من لوازم هذه الآية أن تتعلم أمور الفقه. طبعا في أشياء بالفقه لا بد من أن تعرفها، وهي فرض عين، أبدا فرض عين على كل مسلم، مثلا أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة. لكن بقى مهنتك أو حرفتك، كل حرفة لها أحكام فقه متعلقة بها. إذا أنت كنت شريك يجب أن تعلم أحكام الشراكة، إذا كنت طبيب أحكام الجعالة، الطبيب والمحامي والمدرس يلزمهم أحكام الجعالة، إذا كنت تاجر أحكام البيع والشراء. هذا إذا أنت آمنت بالله إيمان حقيقي وأردت أن تطيعه لا بد من معرفة أمره، يعني حتى الله يتولاك. يعني أنت لما بتنفذ تعليمات الصانع الله بيتولاك. لما إنسان بيمرض يلجأ لطبيب، يعني لماذا لجأ إليه؟ لعلمه. قال له الطبيب اترك الملح وأمشي كل يوم وخذ هالدواء، هي تعليمات الطبيب. فمعنى أن الطبيب تولى أمر شفائك، تولى أمر شفائك، ما دام تولى أمر شفائك لا بد من طاعته. إذن أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، في معنى دقيق جدا بها الآية، قال وهو يحيي الموتى، يعني الله عز وجل لخص ولايته بكلمة واحدة، يعني تكون ميتا فتحيا بهذه الولاية. إذا الإنسان يجهل ربه، لا يعرف ربه، يتحرك من دون طاعة لله عز وجل، يتحرك بمعصية، هذا الإنسان ميت، ميت القلب. إذا عرف ربه وعرف أمر ربه واستقام على أمره وأقبل عليه أصبح قلبه حيا. فربنا قال وهو يحيي الموتى، طبعا يحيي الموتى بالمعنى الضيق، الميت يحيي، إما أنه بعد أن يموت يحييه للحساب، أو موت العدم ولم نكن من قبل شيئا، هي المعنى. والمعنى الأوسع تؤكده الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تؤكده آية ثانية: أو من كان ميتا فأحييناه. فمعناها أن الإنسان قد يكون ميت وهو في أوج حياته، وقد يكون حي وهو تحت التراب. هذا المعنى العميق للموت والحياة. الموت والحياة بهالمعنى، إنسان بلا عمل صالح، بلا معرفة لله، يعيش لحظته لشهواته ميتا. إنسان عرف الله، عرف أمره، يمشي على منهج، له صلة بالله، يعمل للآخرة حيا، لو مات حي. لهذا قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فولاية الله عز وجل تجعل الميت حيا. والقول الشاعر المشهور: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذا إنسان لا يعرف الله كالبهيمة يتحرك وفق شهواته ومصالحه، ما في عنده قيم ولا روادع ولا نوازع ولا مبادئ، يتحرك كالدابة المتفلتة من أي منهج، هذا ميت. إذا ربنا عز وجل يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يعني هو وحده الولي ولا ولي سواه، هو وحده الولي ولا ولي سواه، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أيضا هذه تطمين، يعني أنت لما اتخذت الله وليا، الله على كل شيء قدير، إذا ما في مشكلة، ما في هم. مهما تكون القضية عويصة، مهما يكون المرض عضالا، مهما يكون الفقر مدقعا، مهما يكون الوضع سيئا، الله على كل شيء قدير. هي الكلمة، هي يعني تعلقت قدرة الله بكل ممكن. إذا أولا، إن كان الإنسان ميتا يحيا بالله، وإن كان يعاني مشكلة فالله على كل شيء قدير، فلما لا تتخذه وليا؟ لذلك دعاء السحر: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. إذا التركيز في هذه الآية: فالله هو الولي، ما في غيره ولي، إنه هو يعلم وغيره لا يعلم، هو قوي وغيره ضعيف، هو يسعد وغيره لا يسعد. والنقطة الثانية: يحيي الموتى. الإنسان بالغفلة عن الله ميت، فإذا أقبل عليه حيا قلبه وهو على كل شيء قدير، يعني مهما تكون المشكلة كبيرة الله عز وجل عليها قدير. لذلك الناس حينما يدعون ربهم عز وجل، بعضهم يقول: يا رب، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات، على كل شيء قدير. يعني الإنسان أحيانا بجهل منه، إذا كان له صلة مع شخص قوي يقول لك: أنا ما في مشكلة عندي. مع شخص عادي، والشخص بجوز يموت فجأة، فكيف إذا الإنسان له صلة مع خالق الكون؟ الآن الآية التي بعدها: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هلأ في موضوعات خلافية بين الناس لا يعلمها إلا الله، بالعقائد، بالمذاهب، بالتطبيقات، نظريات اقتصادية، نظريات نفسية، علاقات اجتماعية، كل إنسان يدعي أنه على حق وأنه نظريته صحيحة، خلاف واقع. الناس فرق واتجاهات وأصحاب مبادئ وضعية وغير وضعية، وكل يدعي وصلا بليلة، فهي زحمة الخلافات. هذه الخلافات من يقضي بينها؟ قال الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان 7 قطع معدنية صفراء لامعة، واحدة منهم ذهب 24 والباقي معدن خسيس مطلي بمعدن نفيس مطلي، فكل يدعي أنها ذهب خالص، أما هي واحدة ذهب خالص. لو أنه صار في خلاف ومنازعات ومشكلات وأخذ ورد، يأتي الخبير يقول: هذه الذهب، قلت له: معدن خسيس، هذه من المعدن النفيس
وتلك من المعادن الخسيسة، انتهى الأمر. فالذي يحكم هو الله عز وجل، وربنا عز وجل يحكم وينفذ. أيام بتلاقي خبير يعرف الحقيقة بس ضعيف، وبتلاقي شخص قوي لا يعرف الحقيقة، قوي بس لا يعرف، والذي يعرف لا يقوى على شيء. لكن ربنا عز وجل كلمة يقضي تشير إلى المعرفة والتنفيذ بأن واحد. لا، شو الفرق بين أن تسأل المفتي وأن تلجأ إلى القاضي؟ في فرق بيناتهم. المفتي يقول لك القضية جوابها كذا وكذا، أما القاضي يصدر قرار يحال التنفيذ، تنفيذ في شرطة يقبضوا على السارق. القاضي معه حكم تنفيذي، أما المفتي معه حكم استشاري. فرق كبير جدا. بس ربنا عز وجل إذا الله حكم بين الناس لا يقول لأحدهم أنت على حق وأنت على باطل، لا، الذي على حق يرفع شأنه والذي على باطل يخسف به الأرض. في فرق، حكم الله غير حكم عبد الله. الله عز وجل إذا حكم نفذ. أيام يحكم على إنسان أنه على حق يرفع شأنه بقوي، ويحكم على إنسان مبطل أنه على باطل بضعفه، يعني يبطل عمله يضعفه. طيب لما ربنا حكم بين النبي وأعداء النبي، شو معنى حكم الله؟ يعني أنت على حق وأنتم على باطل. النبي رفع شأنه ونصره، وهؤلاء خذلهم وجعلهم في مزابل التاريخ وانتهى الأمر. إذا الله حكم غير عبد الله. إذا الله حكم يعني حكم مع تنفيذ كامل، تأخذ حقك كاملا. والحمد لله رب العالمين.